بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي واحتراماتي لكم، طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة من حكاوي، والمرة دي عايزين نقول هو الطفل ولا الشاب ولا البني آدم لما أمه بتقرف منه وأبوه يقرف منه ويطردوه من البيت رد فعله بيبقى إيه؟ كان عندنا فيلم زمان اسمه فيلم الخطايا، كان بتاع الفنان الجميل عبد الحليم حافظ الله يرحمه والفنان الراقي عماد حمدي الله يرحمه. ضرب عبد الحليم حافظ بالقلم وقال له امشي انت مش ابني. كان عبد الحليم حافظ يعمل ايه بقى في الفيلم ده؟ كل شوية يروح كده يتربص جنب البيت عشان لعل وعسى انه ينده عليه كده ويقول له تعالى ويصالحه. يعني ده اللي حصل بالفعل دلوقتي مع فرنسا وبابا ماكرون، ماما فرنسا وبابا ماكرون لما ضربت الطفل البليد وطردته وقالت له يلا انا مش عايز اعرفك تاني. اللي هو مين الطفل البليد؟ الجزائر. النهارده فوجئت بحاجه غريبه جدا. عبد المجيد قلة عامل حوار مع احدى الصحف الألمانية وبيتكلم في قصة تصريحات ماكرون. فاكرين اللي احنا الدنيا كلها قامت عليها وما قعدتش وبتاع والقصص اللي حصلت دي؟ فالقلة بيتكلم تاني في تصريحات ماكرون. طب انت بتتكلم تاني ليه؟ الا اذا كنت بقى بتحاول تغازل ومستني البابا والماما يحنوا عليك ويقولوا لك تعالى يا ابني احنا ايه عافى الله عما سلف وتعالى نبدأ صفحة جديدة. فبيأكد الرئيس الجزائري النهاردة في تصريح رئيس ايه بس؟ رئيس ايه؟ رئيس ايه ده؟ اوفا يلا. بيأكد ان ما صرح به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطير جدا، حيث شكك في تاريخ وجود الامة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. اما هو ما كانش فيه امة يا حبيبي، افهم، ما كانش فيه امة جزائرية، ما كانش. يا جماعة اقتنعوا بقى، عرفتونا، اقتنعوا، ما كانش فيه امه جزائريه. هو كان فيه امه جزائريه، والله الراجل عنده حق، ما كانش فيه امه جزائريه اصلا. انتوا نشأتوا واتبنيتوا وبقيتوا بلد بعد ما فرنسا ما سابتكم، او في اثناء الوجود الفرنسي كانوا كنتوا موجودين بس ما كنتوش بلد، ما كنتوش امه، ما كانش لكم تاريخ، افهموا. فبيقول ايمانويل ماكرون خطير، كلام ايمانويل ماكرون خطير، حيث شكك في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. الراجل صادق وعنده حق، ماشي. وقال عبد المجيد قلة خلال مقابلة أجراها مع أسبوعية، يعني جريدة أسبوعية، دير شبيجل الألمانية، أن الجزائر لا تقبل المساس بتاريخ الشعب. وفين تاريخ الشعب أصلا؟ الخواجة عبد القادر يعني ولا مين؟ هنروح نسأله؟ ولن نسمح بأن يهان الجزائريين. ماشي يا سيدي، ماشي يا عم الدكر، ماشي، ها انجز. وأشار الرئيس الجزائري إلى أن ماكرون تسبب بضرر كبير في العلاقات بين البلدين، كما أنه تعمد الإساءة للجزائر في لقاء جمعه بأحفاد وأبناء الحركة والأقدام السوداء. أنا مش عارف إيه الحركة وإيه الأقدام السوداء، ما علينا، يلا مش مشكلة. خلال اجتماعه مع مجموعة من الشباب بالتواطؤ مع صحيفة لوموند. صحيفة لوموند هتواطؤ مع الصحيفة بتاعته؟ ما ده بتاعتهم أصلا. إيه يعني تواطؤوا عليكم؟ وانتوا يعني خلاص صدقتوا نفسكم قوة خارقة وبتاع راشقين في الأرض وكوكب والكلام ده عشان يتآمر عليكم يعني؟ يا نهار اسود، هما بتكذبوا الكذبة وتصدقوها ولا ايه يعني؟ ما فهمونا. نكمل. وذكر قلة ان المرحلة التي وصلت اليها العلاقة بين الجزائر وفرنسا تعتبر الأخطر منذ 15 عام. لا هم عرفانين منكم، مش من 15 عام، ده من 300 سنة عرفانين منكم ومش طايقينكم، وانتوا اللي لازقين فيهم زي القرادة ومش عايزين تسيبوه. يعني هم انتوا بالنسبة لهم يعني مستعمرة يعني، فايه بقى يعني؟ حيث تشهد برودة في التعامل. هم اللي باردين في التعامل ولا انتوا اللي باردين؟ ما عرفانين منكم هيعملوا ايه؟ لازم يعملوكم ببرود طبعا. وقال قلة إن لن أكون أول من يتخذ الخطوة للصلح، وإلا سأخسر كل الجزائريين. إنها مشكلة وطنية وليست مشكلة رئيس الجمهورية. أنت حد قال لك خد صلح؟ حد قال لك خد خطوات للصلح؟ حد جه ناحيتك أصلا؟ حد عبرك ولا قال لك حاجة؟ أنت بتتكلم في إيه؟ هو شيلوه من عليا لموته يعني ولا إيه بالظبط؟ يعني أنت بتنضرب
وكمان بتقول شيلوه موته، يعني هو في ايه يعني؟ هما حد جه ناحيتك ولا حد عبرك اصلا؟ نكمل ونشوف الحدوته دي هترسى على ايه. وكانت كوكب الجزائر كان عقب تصريحات ماكرون زي ما احنا عارفين استدعى سفير بتاعه من السفير الجزائري من هناك، قعد له كام يوم كده ورجعه تاني في الخباثه طبعا احنا عارفين، واستدعى برضه وعمل حظر للطيران، ودلوقتي اي طياره فرنسيه بتعدي ما بيقدروش يفتحوا بقهم عادي برضه. وتلا ذلك ان العلاقات بين فرنسا والجزائر سلسله من الخلافات بشان مساله التاشيرات زي ما احنا عارفين والذاكره الوطنيه، بالاضافه الى موقف فرنسا اصلا من قصه الصحراء المغربيه، لان فرنسا موقفها صحيح لم تعلنه ولكنها هي تؤيد وجود المغرب في الصحراء المغربيه، وعارفه ان الجزائر كلها افلام وكلها حركات وان ملاش حق في اي حاجه. واستدعت برضه سفير فرنسا هناك في الجزائر وعن التأشيرات يعني ينفع الكلام ده يا عم انت عم ماكرون يعمل كده فينا؟ يعني التأشيرات يقلل التأشيرات؟ الراجل قال لهم طب هنشوف الموضوع ده، ما عبرهمش من ساعتها. وبعد قرار تقليل التأشيرات الخاصه بالجزائريين، طبعا ده كان قرار مزعج بالنسبه لهم لان هم عايزين الشعب كله يهاجر، يعني كان عبد المجيد ولا فشكريحه ولا القله ولا زعبله ولا عايزين الشعب كله يهاجر، يعني انا ما عش عايزين وجع دماغهم، عايزين يحكموا بس وخلاص، مش مهم يحكموا مين ولا يحكموا كام، المهم ان ايه الشعب كله يمشي، احنا يعني كفايه علينا ابو شنبوله يعني. الله يخرب بيوتكم، والله قرفتونا وقلتوا قيمتنا وكسفتونا وعرتونا، جاتكم نيله. كان طبعا تقليل التأشيرات ده عمل قلبولة في دماغهم يعني، ووصفت الخارجية الجزائرية ان هذا الاجراء يعد قرار احادي من جانب الحكومة الفرنسية. ما انتوا المفروض يبقى قرار يا عم قللوا، مش عايزينكم يا عم، يا عم قرفانين منكم، مش عايزينكم، انتوا هتقرفونا ليه يعني؟ الغريب بقى ان قلة قال ايه في نفس الحوار مع جريدة دير شبيجل، قال ايه بقى؟ قال ان تصريحات الرئيس ماكرون هي احياء للنزعه الاستعماريه، وانه اصطف بجانب من يبررون الاستعمار الفرنسي، مؤكدا ان على فرنسا الاعتراف بكافه جرائمها الاستعماريه وليس في فتره قصيره كما جاء في تقرير بنيامين ستورا، وان الشعب الجزائري لن يقبل بتطبيع العلاقات مع فرنسا بعد تصريحات ماكرون الخطيره. لا يا عم هتقبلوا، هو بس لو قال لكم تعالوا هتجروا، هتقبلوا سيبكم من النفخ الكدابه والكلام الفاضي ده، الهرتله الكلاميه دي سيبكم منها، هتقبلوا لو عمل لكم كده هتقبلوا. ده بمكالمه تليفون رجعتوا السفير واستخبى يلا وروحوا وطلعتوا له ورق جديد، يعني ايه مش هتقبلوا؟ ما تسيبك من النفخ الكدابه دي يعني، سيبك من النفخ الكدابه دي يعني، ما بلاش الكلام الفاضي اللي انت مش قده ده يعني. واعترفت الفرنسا بارتكابها، قتلتكم كلكم يعني، ايه بقى اللي انت هتعمله يعني؟ هتعمل ايه؟ ما هو ما بقى تستعرض عضلات، ورينا هتستعرضها ازاي، هتعمل ايه لو فرنسا اعترفت؟ طب هي اعترفت، دبحتكم وقتلت الخواجة عبد القادر وعذبت مش عارف مين التاني ده اسمه ايه، هتعمل ايه انت بقى؟ هتعمل ايه يعني؟ ايه اللي انت هتقدر هتسلط عليهم ابراهيم شنبوله يفجر عربيتين نقل ويقول موتوا ثلاثة، ولا هتعمل ايه بالظبط يعني؟ يا عم وجتك نيله. شوفوا بقى، ما وقفتش على زعبولة ده، ما وقفتش على القفة ده، لا ده المستشار بتاعه التاني القفة الصغير شوية برضه قال نفس الكلام من أسبوع، بيغازلوا عايزين أي حاجة أي كلام، والنبي عم ماكرون احنا يعني احنا آسفين يا صلاح يعني. من حوالي أسبوع أعلن مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الذاكرة عبد إيه شؤون الذاكرة؟ أنتوا عندكم ذاكرة أصلا؟ عبد المجيد شيخي تصريحات الرئيس الفرنسي قال عنها إيه بقى؟ الفرنسي عن عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي ضربا من النعيق يا حبيبي. نشر ذلك على موقع ارتي الروسي في 27/10/2021. شوف القصة بقى لها قد ايه وهم عمالين يفرقوا فيها، يعني عايزين ايه؟ بيسخنوا الدنيا منتظرين ماكرون يقول خلاص عفى الله عما سلف، لكن مين هو؟ ما صدق الراجل، ما صدق قرفان منهم اصلا، هم هناك شغالين حرامية وشغالين قطاعين طرق هناك هم في فرنسا، هما يعني ده خلاص.
وقال شيخي أن هذه الأيام كسر فيها النعيق من فرنسا. يخلق وبعدين يعني يا حلوة قولي يا حلوة بأننا لسنا أمة، ما أنتوش أمة طبعا، وكأننا فقاعة ظهرت فجأة على وجه المعمور. آه دي حقيقة. وكأن الله لما خلق الأرض ترك مكانا مظلما لا ندري من أين أتى، وأكد أن الجزائر كانت وستظل إلى الأبد. طب يا حبيبي ماشي، ربنا يوفقك بالتوفيق إن شاء الله يا حبيبي. توفيق يا قلة، توفيق يا أفة، بالتوفيق. واغتنم شيخ الفرصة ليذكر فرنسا بما أقدم عليه رموز الكفاح الوطني داخل البرلمان الفرنسي سنة 47. يعني يا سيدي لو قلنا 47 من 62 قريبة، وفي حاجة قبل كده؟ عندكم حاجة قبل كده يعني غير الخواجة عبد القادر؟ مفيش. هتقول لي 47، هتقول لي 50، هتقول لي 30، هقول لك برضه مش تاريخ يعني. مش تاريخ يا بتوع شيشنق. مش انتوا اللي بانيين الأهرامات عندنا؟ تعالوا خدوه. كواكسة. رفضونا الله يقرفكم. قال يعني البرلمان الفرنسي كان عايز يعمل قانون او دستور للجزائر ويثبت فيه ان الجزائر تابعة لفرنسا، فوقف له واحد من المجاهدين وقال له لا احنا مش تابعين، احنا حلوين، احنا لنا. والله بيأكد كلام ماكرون، والله الراجل الاهبل ده بيأكد كلام ماكرون، لان هم قبل 47 لو عندهم حاجه كانوا قالوها، انما ما عندهمش. ما عندهمش. هيجيبوا منين؟ هيجيبوا منين؟ ما عندهمش. ماشي. وكان الرئيس ماكرون يعني شفتوا كلام حتى المستشار بتاع الذاكره بتاعهم، ما فيش، ما عندوش. هي مغازله بس، مغازله وخلاص. يا عم والنبي يا عم ماكرون انت فين؟ هم عايزين يقولوا له كده، هم عايزين يقولوا له كده. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد تسلم في شهر يناير الماضي، يناير، في يناير ما عبرهمش لحد دلوقتي وما سألش فيه، هو قرف منهم بعدها قال التصريحات. يعني بعد التقرير اللي استلمه ده والمقترحات اللي استلمها دي، بعدها قال التصريحات، لان هم برضو كلها كذب. كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد تسلم في شهر يناير الماضي المقترحات الوارده في تقرير اعده المؤرخ بنيامين ستورا حول الاستعمار وحرب الجزائر من سنه 54 ل 62 بناء على تكليف من ماكرون شخصيا. وكان ايمانويل ينوي على حل هذا الملف وتهدئة العلاقات الغير مستقرة منذ عقود، وبالتحديد منذ احتلال فرنسا للجزائر عام 1830. الراجل كان عايز يهدي اللعب ويظبط الدنيا، ويعني ايه يعني صعبوا عليه يعني من الاخر. وكان تابون بقى القلة الأفة كلف مستشاره الخاص عبد المجيد شيخي بالعمل على ملف الذاكرة بالتنسيق مع بنيامين ستورة، الا انه بعد مشاورات ما بين الاثنين ومداولات ما بين ستورة وما بين شيخي خرج التقرير وبيه كل تفصيلة عرضها شيخي وعرضها ستورة. يعني شيخي عرض حاجات، ستورة عرضها رفضها. وكانت النتيجة ان عمل التقرير بقى بكل حاجة، قال هو بيقول كذا وده مش صح، ده هو بيقول كذا وده مش صح. كانت النتيجة هي تصريحات ماكرون المعروفة لدى الجميع، انه قالوا انتوا بتعملوا ايه وبتنيلوا ايه، انتوا ما كنتوش امة ده، لانه كلها هرطقات وكلها اكاذيب وكلها يعني كلام ليس له اساس من الصحه. نخلص من هذا ان الجزائر وقادتها يسيل لعابهم حتى ترضى عنهم فرنسا، وما زالوا يعني عايزين يقولوا ايه احنا عندنا كرامه، بس خليكم قولوا وخليكم اعملوا، واللي فرنسا عايزاه هيحصل، واللي ماكرون عايز يعمله هيعمله، شئتم ام ابيتم. وياريت ما تتجاوزوش حدودكم، لان المغرب بتسامحكم لما بتتجاوزوا، لكن دول مش هيسامحوكم. فلموا نفسكم عنهم احسن، وعيشوا عيشوا مستورين كده بعيد عنهم احسن، ان كان على الملك محمد السادس او الراجل يعني بيبلع لكم وسايبكم، ما انتوا مننا وعلينا، انما دول مش هيرحموكم، هيسوكوا بالارض. فلموا نفسكم احسن واحترموا نفسكم احسن. ويا ريت تسمعوا النصيحة لو كنتوا بتفهموا، مع اني عارف ان انتوا ما بتفهموش. احبابي واصدقائي تحياتي واحتراماتي لكم، سعدت بكم وسعدت بوجودي معكم، واستنوني في كبسولة جديدة ومش هتأخر عليكم، وادي احنا بنتسلى مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.